معي من مدينة كونفونتري رامي عبد الرحمن، مدير مرصد حقوق الإنسان السوري. أستاذ رامي، أهلا بك معنا. ماذا تعرفون عن خاطفي الطفل السوري في درعا؟ مع الأسف يعني عرضتم تقريرين عن الأطفال سجن غويران، وهؤلاء الأطفال، هذا الطفل خاطفوه غير معلومين، ولكن قد يكونوا معلومين بصورة أو بأخرى للأهالي، كون أنهم كانوا يعلمون مثلما ذكرتم بحسب التصريحات التي أعطاها الإذاعة محلية في مناطق النظام. يعني المرأة نادت الطفل بالاسم، ولكن هناك 700 مختطف الآن في سجن غويران. الأمم المتحدة تنافق من أجلهم. نعود إلى الطفل هذا في درعا الذي أصبح قضية رأي عام بعد شريط التعذيب بحق هذا الطفل. اليوم على للمفارقة أيضا في درعا أصدرت شيوخ عشائر بالنفي لاثنين من الخاطفين، خاطفي رجل غير هذا الشاب، باتجاه مناطق خارج درعا، أن عملية الاختطاف أصبحت موجودة بسوريا. اليوم الطفل فواز قد يخرج في أي لحظة، قد يخرج في أي لحظة بعد أن استوفى الأهل والعشيرة والأقارب المبلغ المالي وهو 400 مليون ليرة سورية، أي أكثر من 100,000 دولار، من أجل إعطائه لهذه العصابة المجرمة الخاطفة مقابل الإفراج عن الطفل. نعم. وهنا لكن نقول لكن يعني أستاذ رامي، يعني هناك مسألة يعني الحقيقة قاسية جدا، لا يجب التهاون أمامها. تعذيب طفل بهذا الشكل وتصويره وإرسال الفيديوهات هكذا إلى أهله، يعني مسألة يندلها الجبين. يعني ماذا يحدث للبشر؟ نعم نعم، هناك وحشية. أنا كنت بحديثي، هناك الوحشية التي شاهدناها بهؤلاء المجرمين، هؤلاء الهمة، سميهم ما شئت، هؤلاء الذين وصلوا إلى مرحلة لا يوجد فيها إلا إعدامهم. وحتى البعض يقول أنت مرصد حقوقي وتنادي بالإعدام. نعم، يجب أن يعدموا عندما يقومون بخطف طفل من أجل المال ومن ثم تعذيبه وأرسال شريط مصور. أي وحوش هؤلاء؟ هل هؤلاء نعم. هم بشر؟ طيب. عندما تنتهي القضية يجب أن يحاكموا ويعدموا، لا يتركوا ليذهبوا خارج المنطقة بأموال. نعم. طيب أستاذ رامي، ذكرت أنه حالات الخطف باتت يعني متعارف عليها منذ سنوات، يعني صارت منتشرة للأسف، يعني هذا الإجرام منتشر في سوريا على مدار السنوات الماضية. لديكم إحصاءات توثق هذه الجرائم؟ بشكل قطعي. يعني نحن نشرنا عن 4 حالات خطف الشهر الماضي، نشرنا تقرير اليوم عن الخطف الشهر العام الفائت. كان هناك 10 حالات من الخطف في الأراضي السورية، أكثر من 70 حالة يعني كانت داخل الأراضي. فيهم أطفال ولا هذه يعني؟ لا، كان بينهم 24 اختطاف طفل. يعني أنا أقول لك الآن، نتحدث عن الأطفال ونتحدث عن فواز، يعني لا أدري ما أقول، يعني كارثة بكل المقاييس. طيب الآن شاهدنا تدخل قوات النظام وقوات روسية في درعا من أجل الطفل فواز، برأيك ممكن يحلوا المشكلة؟ يعني أي حل المشكلة؟ يعني ننتظر تنشر العربية وتنشر الحدث وينشر المرصد وتنشر المجتمع الدولي، بعد ذلك يدخل النظام. أين كان النظام منذ 3 أشهر؟ نحن نشرنا بعد أن أصبح الموضوع قضية رأي عام ونشر الشريط الإجرامي، ولكن النظام المنوط به حماية أمن الوطن والمواطن، ماذا فعل لهذا الطفل ولزوي هذا الطفل؟ هل قام بعملية عسكرية؟ لو كان فواز سياسي لاعتقلوه في اليوم الأول، ولكن طالما فواز هو قضية أموال وقضية خطف، النظام لا يهتم به. رامي عبد الرحمن، مدير مرصد حقوق الإنسان السوري، شكرا جزيلا لك.